كان الهدف من فعالية دايت ايدل هو نشر ثقافة الغذاء الصحي في المجتمع البحريني، واحنا اخترنا هذا الموضوع بالذات لزيادة الوعي بالغذاء الصحي. طبعا ان البحرين نفس ما نعرف ان فيها نسبة عالية من امراض السكر وارتفاع ضغط الدم، وبالتالي فان نشر هذه الثقافة ستحد من مشاكل السمنة في المجتمع، وبالتالي يؤدي الى صحة افضل ان شاء الله. فاحنا شفنا ان الفعالية الحمد ولله الحمد كانت ناجحة، والحضور كان جيد جدا خاصة في اول وثاني يوم وايام المسابقة، طبعا على حسب طلب الجماهير انهم يتمنون ان نعيد مثل هذه الفعاليات ان شاء الله في المستقبل.